مع بداية موسم الحصاد وجني المحاصيل الزراعية آليا في الشمال السوري، ينتظر المزارعون بفارغ الصبر خراج أراضيهم بعد مشقة كبيرة خلال مراحل الزراعة التي تستمر عدة أشهر. سهل الروج يعتبر من أبرز المناطق الزراعية التي خرجت عن سيطرة النظام شمال غرب سوريا. يعني عم نزرع الأراضي، لكن في تكلفة كبيرة إن كان بموضوع غلاء حراسة الأرض، يعني الفلاحة، يعني دولهم بيكلف له شيء يمكن 3000 فلاحة، بالإضافة لموضوع الحصاد، يعني كل دولهم هلأ دولهم الحصاد عم بيكلفنا شيء 10000. الأطعمة الحمد لله يعني نحمد الله عز وجل. ارتفاع أسعار المحروقات المتزايدة والاعتماد على البذار المحلي وغلاء أسعار المواد المستوردة اللازمة للزراعة أسباب تؤثر سلبا على دخل المزارعين ومردود أراضيهم، فضلا عن كمية ونوعية الإنتاج. بالنسبة للعقبات التي واجهت المزارعين خلال موسم 2020، بدءا من زراعة محصول القمح، تمثلت بارتفاع مستلزمات الزراعة من غلاء مادة المازوت وأيضا عمليات الفلاحة والأسمدة وتوفر البذور النقية، وبالتالي زادت معاناة المزارعين لهذا المحصول، وبالتالي قلت الربحية لهذا المحصول، وأيضا زادت المعاناة خلال فترة الحصاد. تبلغ مساحة سهل الروج بريف إدلب الغربي حوالي 13000 هكتار، معظمها تزرع بمحاصيل شتوية كالقمح والشعير بعد تراجع مساحة الأراضي المروية وتوقف تزويد قنوات الري بالمياه، ويعتبر إحدى السلال الغذائية للشمال السوري. أوقات كبيرة وقفت في وجه المزارعين هنا في سهل الروج بريف إدلب الغربي أثناء البذار، يضاف إليها تكاليف كبيرة وأجور الحصاد والنقل، قبل ذلك مردود قليل كما يقول المزارعون. تصبح حلب اليوم لسهل الروج بريف إدلب الغربي.